اوكي، اسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم، مرحبا بكم معنا في قسرة لايت. اليوم مستر ابي راهو غايب، حتى الدرك راهو غايب، يعني يقدر يجينا في اي وقت، راهو حاضر هو في الاحتفالية اللي داروها مسلسل براني اللي راهم محتفلين واللي راح نكونوا معاهم مباشر بعد قليل. كل الفنانين، المخرج مزاحم، البروديكتور، كلهم راح يكونوا معنا ان شاء الله بعد قليل. مزاحم من او عفوا مباشر من المكان اللي راهم يديروا اللي راهم يحتفلوا فيه بنهايه المسلسل البراني في جزئه الاول. نقول جزئه الاول لانه تم التصريح هنا في قصر لايت من طرف مخرج ومخرج المسلسل يحيى مزاحم انه راح يكون جزء، هناك جزء ثاني. كذلك في هذه الاحتفاليه راح يتابعوا كل فنانين مسلسل البراني البيستاف تاع مسلسل البراني اللي راح يبث على شروق تي في في حدود الساعه 10 اي بعد حوالي 45 دقيقة من الآن، وبالأحرى 47 دقيقة من الآن. أوكي، نروحوا إلى ضيفتنا لنهار اليوم. كل عام نشوفوه مع نفس الفريق، أكيد كل عام هما دخلوا القلوب الجزائريين، عندهم واحد طريقة في الكوميديا حلوة. من بومدين، فريدة حرحار، كذلك نجام الياس صديقي. إذا هاد الناس كنا نشوفوهم في قنوات تلفزيونية، مروا عبر كل القنوات بأعمال ديالهم. هذا العام راحوا القناة محترمة حقيقة، وتحية للمدير ديالها، ولكن تبقى أنه قناة جديدة، ولكن قناة جديدة في الأقل في رمضان، نقولوا لما نقولوا رمضان. ورغم هذا كان الكل كنا نراهنوا أنه البرنامج هذا تاع عيلة أمبان راح على الأقل يتراجع، الفريق دياله راح يتراجع، هذا السيت كوم راح يتراجع، ماشي كما كنا نشوفوه مع امين بومدين في قنوات اخرى اللي كانت قنوات على الاقل عندها في المراتب الاولى. اذا سجلوا المرتبه الثالثه. فريده حرحار مرحبا بك، شكرا. مساء الخير عليكم، صحه فطوركم، يعطيك الصحه بلال على الاستضافه. دونك فيليسيتاسيون، انا نقول لكم بانكم خليني نقول لك كلمه، نقولوا الكلاسي والتروازيام على البطحه ودار الفشوش، يعني على الاقل هذو مرة اجزائهم الثانيه، انتم جو بونس الجزء الاول عيلة أمبان، ولكن بقيتوا. انا نتكلم على الفريق ديالكم، انا الفريق ديالكم نحبوا لانه ضحكونا بواحد الطريقه حلوه، شغل فامي هكذا اللي عايشين حنا دي فامي هكذا فوالا، واش تعيش العائله الجزائريه حنا. اوكي، اذا عيلة أمبان، لماذا رحتوا لعيلة أمبان وما بقيتوش في بون ليدي تاع امين بومدين؟ امين بومدين دونك حب عائلة أمبان، شاف نجاح فيها من بالك، على باله شاو يخدم، على باله شاو يدير. دونك جاتو ليدي، عيطنا بالواحد وخدمنا وعينا وتعبنا ويعطيه الصحة، فوالا، والنتائج رانا نشوفوا فيها. دونك انا كنت سخسيت امين بومدين في اتصال، لانه يعني في اتصال دائما امين، قلت له قال لي انت بلال تشوف كلش كحل والبطاطا تهاجم. قلت له يلا عندي هجمه عليك انت ثاني، انتوما تخدموا شغل مجموعه، يعني صدر انتوما فريق واحد قعدتوا تخدموا، انا نشوفكم خمس سنين انتوما غير انتوما، ما دخلتوش كاع البراني معكم، يعني ما دخلتوش واحد اخر، وهذا ربما ما يلام على كثير من لا 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 أنا من 2019 ما خدمناش كيف كيف راهو أمين بومدين، من 2019 ما خدمناش كيف كيف. أمين بومدين خدم معيشة في الجود سيزون 1 سيزون 2، خدم بصح قعدت نشوفكم أنا كل عام، ما فهمتش شفنا مي با أونسومبل أونسومبل. لا 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 جو ريغريت، شفنا مي با أونسومبل من 2019. صح، معليش نروح لك نقلب لك السؤال، يلا علاش تخدمي غير مع أمين بومدين وناسيم ولياس؟ أنا نقول صح، أنا خدمت مع واحد أخرين بصح هذه الخطرة كي جاتني خدمة أيور وكان بروبوزا لامين بومدين، خليت الخدمه الاخرى على جال امين بومدين. وعلاش؟ باسكو امين، باسكو انتوما شغل اون ايكيب. شوف، باسكو حنا نعرفوا قدرات بعضنا، وانا وحده نعرف قدرات امين بومدين، ونعرف باللي هو لو سول اللي يقدر يخرج منا واش كاين فينا حنا لداخل كممثلين. يعني مخرجين واحد اخرين بالك باسكو ما يعرفوناش، بالك
امين بومدي يعرف كل واحد فينا ويعرف واش يخرج. انا كي كنا اون تورناج دي فوا نعيا خلاص نعاود مي هو تلمو يعرفني يقول لي فريده اني عارف باللي ماشي هذه هي تقدري تجيبي ما خير. امين بومدين رفقه جريو كادر جريو وكذلك عامر بهلول متهمينكم تخدموا بينكم هكذا بين اصدقاء عندهم ايكيب وحدهم عندهم ايكيب توجور يخدموا معاها. انا قلتها الامين بومدين ونقولها المباشر وربما ما جاش هو اللي عندي لهنا البرنامج باش نقولها له هو مستعد انه يجاوب عليها. يعني انا نجاوبك عليها عائله اونبان هي لا سويت تاع دار العجب. كيفاش تتبدل؟ كيفاش يبدل العائله؟ فهمت؟ سي لو ميم كونسيبت. العائله هي علاش تتبدل؟ باسكو بدل الكونسيبت شويه. وعلاش فريده حرحار ما نشوفوهاش في بون كي تلعبي راكي تلعبي مي ما تبانيش كيما راكي تباني مع ليكيب تاع باغ اكزومبل عائله اون بان. باسكو امين بومدين قلت لك يعرف يخرج منك يعرف يخرج مني بارابور ا دوطخ. امين بومدين او يعرفنا بالواحد ويعرف يخرج من كل واحد. كاين واحد اخرين يقول لك هذا فلان لا ما يلعبش ما يعرفش يلعب بصح كي تشوفوا في عائله اون بان ولا تقال لي كومونتير تاع الناس وشوف الناس برا كاع يعطيكم الصحه وتعرفوا تلعبوا ويتو. دونك عرف بلي امين بومدين نجح ماشي كمخرج برك ككوتش كديريكتور داكتور ككلش. انا في الاعمال ديالكم سواء في دار العجب ولا في عائله اون بان نحس باللي كاين سيناريو ميم طون كاين ارتجاليه. لازم تكون اوكي ماكمش ملتزمين بالسيناريو كامل يعني كاع واش راكم تهضروا جاي في السيناريو يعني كاين ارتجاليه بزاف فيها. شوف السيناريو يكون مكتوب حبيرش هو اللي كتب مالقا كاين يزيد تاع امين بومدين بصح السيناريو مكتوب كاتبوا احنا ماشي لو جور اللي نحفظوا باش نكونوا كيفاش نقول لك راح لي لومو باش الناس تشوفنا عاديين ما تشوفناش انا حافظين انا نمثلو. لازم تكون ارتجاليه لازم نبروفيزيو لازم تكون باش ماشي غير نبروفيزيو لازم نكونوا لازم نكونوا ماشي حافظين باسكو راك تشوف ديجا بالك شفت من بكري كي كانوا يحفظوا لي سيناريو احنا بكري نقولوا يبان التمثيل فيهم. مي هذه الطريقه بون ماشي غير احنا اللي نتبعوها ما تخليكش تبان باللي راك تمثل بالعكس الناس حست باللي احنا عائله صح. هذا هو النجاح. اوكي اذا نروحوا فقط نشوفوا اتصال ونسمعوا اتصال. مرحبا صح فطوركم سلمكم صح فطوركم. انا نقدم روحي السيده ليلى بوفارك. بوفارك مرحبا بك وكل الناس بوفارك. الله يسلمك. واش ديروا انتم يا اخي ماشي غير زلابيه تاكلوا في بوفارك هكذا؟ واي بنت حومتك. بنت حومتي بيان سيغ. اي بوفارك. كوم باغازا. كوم باغازا. يا اخي ما عندكمش غير زلابيه في بوفارك؟ لا لا عندنا بوكو شوز. واش مثلا طيبوا في بوفارك؟ عندنا رياضه عندنا الفن عندنا خلينا هادو كاع نعرفوهم صح. عندنا كلش. عندك على لابوف. عندكم المطار العسكري. اي بيان سيغ. المطار العسكري طياره كنت قلت زعبيه. والله ذكرتني انه ذكرتني الاستاذه فريده حرحار انه عبر مطار بوفارك اللي جاوا الفلسطينيين وين الجزائر استطاعت في انها تستقبل العديد من الفلسطينيين للعلاج هنا في الجزائر. كل التحيه والتقدير. ماشي تزيد علينا اخي بلال. احنا دائما مع ضعيف وهذه لازم يفهموها. صح. انا هنا عندكم بوفاريكيه راني هنا عند بلال كباش وياسمين عبد المؤمن اللي راهي في البطحه اللي جوز عندكم راهي مع امين بومدين السيده تبادلنا ربيعه ربيعه راهي في بهيه رشدي. اوكي تاليت بوفاريك فريده صابونجي. ابون فريده صابونجي تانيت وي اي رفد الله يبارك ما شاء الله بوفاريك الحمد لله كاين فنانين ما شاء الله. راكي تبعي في قسرة لايت؟ نعم. راكي تبعي في قسرة لايت؟ والله ما تبعتها. واش راكي تشوفي المسلسلات؟ صريحة. واش راكي تشوفي المسلسلات؟ أنا نشوف دار الشوش نشوف شفت البراني وبالمناسبة. إيه بالمناسبة اللي راهم ينتقدوا في البراني. إيه. إيه.
تحية كبيرة للمخرج مزاحم يحيى. يحيى مزاحم. يحيى مزاحم وش هو يدير؟ أو يقدم مش يقدم، أو بالك أو يعالج في الآفات اللي راهم في المجتمع تاعنا، مع أننا ما نخبيو. باسكو هذا واش كاين؟ هذا واش أنا عايشين؟ صح صح. مخلى المخدرات وراهي كاينة لا كونسوماسيون والبيع، وأنا نشوفها من نخرج للباب بك خرج شوية بك شفت قلبك يوجعك. والحاجة وسرقة سرقة الأطفال والتجارة بالأعضاء البشرية والشابة كامل اللي دارها، واللي ربما في العمل تاعو تاع الدارما دارها وزاد عاودها تبييض الأموال في ليموبيليي. هذيك اللي عجبتني. صح. دائما زاد عاودها. شوفي الانتقاد ما راهوش ممنوع ولا حرام ما ننتقدون يكون انتقاد بناء. المشكل الانتقاد اللي مثل البراني هذه المرة ما جاش من عند عامة الناس. جاء من عند فنانين من عند ديبوات. بلال أخي بلال. هذوك البلاطوات. لهم يديروهم ينتقدوا الأعمال. أنا شفت خط نهار الثالث يوم تاع رمضان ولا الرابع، شفت واحد البلاطو ما نذكروش تاعوش من القناة. يتكلم يقول كيفاش رايكم علاش يدير في دار شوش يدير عجوزة ويديرها على ما يجيبوش واحدة عجوزة حقا هي في السيناريو راهي مديقيزيا. شوف افهم. صح صح راني متفق معك. وكانوا داروا الحوار بين هذاك واسمه هذاك المحامي وهذيك هذيك العجوزة الدوجة باين باللي هي بدات تهدر بوحدة صغيرة. الو كيفاه انت تقول للضيوف كيفاش يدير؟ صح كشايف هي يعني نقول لك علاش كشايف، لانه لما انت كمشاهده راكي تفيقي لهذه الامور انه هذه البلاطوهات رامي تيري وبرك. ما نكذبش عليك كومباغازا. نو انا قلت لك راهم كومباغازا وعندي عندي عندي وزني تخطف. فوالا كي انت كمشاهده عاديه راكي تتبعي وتشوفي باللي شوف الاخطاء اللي رامي تنداروا في البلاطوهات هذوما اللي انتقد من اجل الانتقاد كما قلتي الحلقه الثالثه بداوا ينتقدوه سبحان الله العظيم. يعني على الاقل في كبرى البرامج يخليوا الحلقه العاشره 11 12 وبداوا يلموا في الانتقادات، حنا من الحلقه الاولى يبدا يكريتيكي. دونك يعطيك الصحه اختي واسمك راه دخل في العمره ان شاء الله مع طابا فواياج ان شاء الله. وتحياتي الاخت شكرا وبالك كامله قريبه ليا الحومه بك كابابل كابابل بلا ما نذكروا الحومات. لا لا تذكري لها. تذكري انا بون كنت نسكن في الاول لامير تاع بوفاريك الا تعرفيها بيان سور، ومن بعد بنينا في ميمون. وانا كنت قدام راسيتي تاع لابوليس قريبه لميمون. من الحي تاعنا ماشي لوزري. يلا اوكي تحيه كاع حيي كاع ولاد حومتك. يلا يعطيك الصحه ونحييكم انتوما. وش نقول لك الكلمه الاخيره معليش غازي تفضلي. ماذا بكم تروجونا للتراث الوطني نتاعنا. هذا واجب علينا. راني اشوف راني نحاربوا في المواقع التواصل الاجتماعي حتى قبل يعطيك الصحه. ليعطيك الصحه وهذا يعطيك الصحه وهذا يعني وان شاء الله نذكر نفسي ونذكركم في هذه الايام. الله ندعو ربي اللهم عفو فاعفو عنا يا عفو عنا ان شاء الله ما انك عفو تحب العفو فاعفو عنا. شكرا لك يا سيدتي. بلال باش نكملها برك احنا الحلقه تاع البارح تاع العرس درنا فيها كامل التراث الجزائري، عاده العرس اللباس التقليدي تاعنا الكراكو والشاوي خيط الروح. نتبعك في الفيسبوك في الصفحه ديالك نشوفك تروح هذه. نقول لك علاش، لانه ما يخفالكمش انه عندنا جار على الاقل نوعا ما متهور، الجار ديالنا متهور ما عندوش في الوقت اللي كانت عندنا في الجزائر تقاليد وكانت عندنا ثقافه وكانت عندنا ثورات ولا هما ذاك الوقت كانوا الله غالب بلاد منتدبه يعني كانوا بلاد كانوا مانحينها لفرنسا. احنا ذاك الوقت كنا ندافعوا على بلادنا وفي نفس الوقت نحافظوا على ثوراتنا ونحافظوا على ديننا. فذاك الوقت للاسف يعني التاريخ هذا هو التاريخ. احنا مش البلاد كانت هذيك منتدبه لما نتكلموا على المغرب كانت دايرين انتداب يعني ما حاربوش ما دافعوش. دونك كيما لقاوش التراث عبر السنوات وعبر العصور وعبر يعني ولاو يسرقوا في التراث الجزائري.
اوكي دونك عندنا ناس عندنا نساء ما شاء الله هنا فريده حرحار انا نتبع كيفاش تدافعوا كاين بزاف حتى في الخارج اللي راهم يدافعوا على الثورات الجزائري خص الحكومه تزيد تضغط اكثر دونك فريده خليني نعاود نولي لك العائله اونبان كنت تتسناو هذا النجاح هذا شوف على حسب بكل صراحه طبعا تقوليش على حساب التعب شوف انتم راكم جايزين بريمير ايبيزود الاولى في قناه ثاني قلت لك نذكرها قناة الوطنية تحية الأستاذ درويش اللي كان درويش أستاذي وكان مديري لسنوات ونعرف أنه الإنسان هذاك يتيق في يتيق في الناس ويحب يخرج من الناس يحب يخرج أنا مريت عنده مريت عملت عنده في جريدة من الجرائد ديالو عملت إنسان اللي ما شاء الله عليه ولكن لما نتكلموا على القناة راهي عاد جديدة دونك ولكن راهي سجلت شوف سجلت اولا انا فهمتك الناس كامل تعرف امين بومدين وتعرف اخراج امين بومدين وتعرف ابداع امين بومدين دونك كي تسمع انه كاين برودوي تاع امين بومدين الناس راح تتبع باينه شكون مع امين بومدين سيرتو الا شافوا ليكيب تاع امين بومدين كاع راح يتبعوا ويروحوا كامل لاشين ويشوفوها فوالا ويعطيهم الصحه ولا بروف انا نشوفوا فيها نمشوا في هذا ما يمنعش انه كاين القناه هذا اللي كاري تخدم يعني خلاص فوالا القناه يعطيها الصحه باش ما نظلموش لا قناه شفتي احنا في الشروق هنا باش تعرفي بلي الدار الكبيره دونك نهضروا كاع القنوات فوالا وما عندناش كومبلكس وحنا كي تروحوا القنوات الاخرين انتوما هادوش على قناه يمنعوكم انكم تهضروا على الشروق لانه علاش علاه نهضر على البطحه ما تهضرليش على البطحه كي يقول لك زعما البطحه يقولوا تمر في واحد القناه يتي باينه يجوز في الشروق يعني ولا البراني يقول لك يتمر في واحد القناه يعني هذه والله العظيم رساله للزملاء في البلاطوهات يعني نترفعوا شويه نترفعوا يلا نترفعوا حنا نذكروكم كاع هنا ذكرنا الوطنيه ذكرنا البلاد ذكرنا النهار ذكرنا الحياه ذكرنا كل القنوات اللي على الاقل راهي موجوده الان في الساحه اسيدي كي تهضروا على البرامج اللي راهي مرتبه الاولى حق الشروق حتى كي يروحوا يروجوا يقول لك حنا مثلا البروغرام هذا ديالهم جاز دا المرتبه الثانيه ولا الثالثه مثلا ما يبداكش باغ اكزومبل شكون الاول شكون الثاني القناه الفلانيه للمرتبه الثانيه ايه شكون الاولاني غير الخير نروحوا نشوفوا عائله اونبان باسكو دوك نطيحوا اونبان هنا في ليميسيون يلا هذا كانت بعض المقاطع ومقطع من عائله اونبان انا حاجة اللي عجبتني ثاني انه كل عام امين بومدين يجيب دي دراري صغار وي والله يخرج منهم بيان سور باسكو العائله فيها من الصغير للكبير دونك احنا بالك هذا هو اللي زاد النجاح تاعنا انه كل افراد العائله راح يشوفوا روحهم فينا حنايا فوالا فرحتي بعائله اونبان بيان سور راني ماشي غير فرحانه واليوم رانا طوندونس دونك مبروك علينا انا حيروني لي طوندونس تاعكم والله الامين بومدين يعني كيفاش راكم تدخلوا طوندونس لي فيو ماشي كيما لا والله شوف شوفي امين صديقي وانتم نحبكم كاع وانت على بالك العلاقه اللي كاين بيني وبينك فريده دونك ما نغيرش منكم ولا بالعكس انا قلت لك حنا نحبوا اللي يخدم حنا حاجه تخدم والله غير الناس هي اللي راهي حنا الناس هي اللي راهي تعطينا في حقنا أوكي. الناس هي اللي تشوف فينا الناس اللي هي اللي تحبنا الناس أوكي. هي اللي دخلت طوندونس الناس الجمهور اوكي يلا فريده حرحار كنت مره ضيفه عندي اوكي نروحوا نستقبلوا من مكالمه يلا الو الياس هذا لا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله صح فطوركم صح فطورك الياس صحبتوا كل متتبعي قناة شورق توحشتك خويا بلا الله يعيشك توحشك الخير أنا نشوفك يا خويا صافي بليزر أنت كنت المشجعين الأوائل ليا أنا شافي غير ما تنساش غير ما تخافش الله يعيشك الياس صحبتورك صحبتورك الياس الله يحفظكم إذن الياس دايور فيليسيتاسيون تهنئة على أنكم على الأقل حسب صبر الآراء اللي خرجت الأسبوع راكم في أنا نقول المرتبة الثالثة لأنه البطحة ما تقوليش تكونوا قبل البطحة وكان كاين دار الفشوش ثم أنتم في المرتبة الثالثة دونك حاجة اللي ما كانتش يسناها ولا واحد منكم على الأقل نو كإيكيب أوكي تستاهلوا ولكن كحاجة جديدة دخلت ولا ربما كبريمير إبيزود دونك دخلتوا المرتبة الثالثة الياس كيفاش ربما احتققتوا هذه النتيجة وي الحمد لله داير اليوم رانا طوندونس سير يوتيوب الجيري رانا قتلتوني كي انت كي فريده طوندونس يلا راكم طوندونس
والحمد لله العمل الحق بالشعب، احنا كي نخرجوا الطريق ولا الشعب يتبعنا يتو الحمد لله. نولي لك للسؤال خويا بلال. يا خويا نجح العمل كان مع يعني مع الاول، احنا كي كنا خدامين شهرين دو تورناج هذوك يعني كنا على بالنا واش كنا نديروا مع المخرج امين بومدي اللي كان واقف علينا يعني في السيناريو ما في يعني الاخراج الفني يتو الاداره الفنيه ديالو يتو مام امين عبد اللي ولا كاع لي تكنيسيان كل فريق يعني كنا نخدموا بجهد يعني كنا على بالنا بها تكون حاجه راك معايا يعني معاك هذه معاك كنا عائله واحده يعني القناة اللي وفرت لنا كل امكانيات ثانية نشكرها والمخرج يعني اللي وقف معنا ويزير معنا ويعيط علينا ايتو يعني قلت لك وكل فريق العمل نظن انه احنا كي كنا نخدموا فريده مع كله كنا حاسين باللي حتكون حاجه الياس يعني نعم صح. الياس خليني نقول لك واحد الحاجه تقصيد فريده، انتم متهمينكم تخدموا الكلونيزم. لا 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 هذه ما كاش منها بلال والله ما هاك الياس انت خادم غير مع فريده ومع امين بومدي وقعدتوا غير انتوما. انا مانيش نقول غير عليكم، راني نتكلم على على جريو كادر جريو كيف كيف اللي قيل عليه هذا الشيء. نتكلموا على بون عامر بهلول هذا العام شويه يعني راهو شويه وسعها دونك لا 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 وما انا مانيش نقول لكم بلي سي موفي دخلنا صادق امين مساوي دخلنا بشرى بن عياش انا مانيش نقول لكم فوالا تيكتوكرز الياس بلا خويا فريده شو احنا فريق عامل هذا شو يعني هي ما انا نقول فريق عامل فقط هو فرقه فرقه احنا فرقه سيفري مع امين بومديان مخرج تاعنا ولا فريده ولا امين عبد اللي هو فريق عامل كان نجح الشعب عاود يموندنا عاودنا ولينا يعني بصح الحاجه اللي نكونفيرميها لك انا باللي امين بومديان كمخرج ولا والله غير يخدم بالكاستينغ لو كان ما شافش انا بلارج في هذاك الدور والله ما يديرني لو كان ما شافش صحته ولا ما هذاك الدور الدور مع امين انا لا لا امين امين كان دي بروجي والله ما نكون فيهم يقول لي ما كاش بلا ما تستاهلش الكاستينغ ما شفتش فيه. خليني نقول لك خليني نقول لك حاجه ومن بعد باش ما تاكل ما ناكل ما نديش كاع وقت معاك باش تجيني ومن بعد البلاطو نجيك نجيك فوالا. خليني نقول حاجه على امين بومديان سيكو امين بومديان ظاهره فنيه وي وي ما طاولوش حقه ما طاولوش حقه ماشي ما طاولوش حقه ما عندوش الكتاف المادي يعني لو امين بومدين مش فقط في الاعمال شوف قادر يروح للدراما قادر امين بومدين هو اللي دار الاخراج تاع معظم الاغاني اللي دارت الباز اغاني احوال الناس فوالا احوال الناس مع رضا سيتي ساس نجحت اللي نجحت مع موح ميلانو مع جالي باليرمو مع عنده 600 المشاهده عنده هو السجاد الشباب تاع الزنقاوي كان معاهم موح ميلانو وجالي باليرمو دونك امين بومدين يستاهل انه يكون عنده دعم مادي. الياس خليني نتلاقى معك هنا في البلاطو اوكي ان شاء الله حبيبي ابيانتو ان شاء الله نسلم على كل متتبعي عائلة اونبان كل متتبعي قناة شورو وربي يحفظكم خو شكرا بون بون كوراج ميرسي باي باي فريده. اذا فريده اون شون جامي اون ايكيب كي غان فوالا خلاص اون ريبونس كلير يلا السلام عليكم سلامة. دونك فريده في 60 دقيقه حقيقه البرنامج اللي اتشرف بتقديمه وتنشيطه اللي يمر على شروق نيوز بون بلا ما نحكيك على البرنامج هذا بلي برنامج كبير وقاعد تبعوه ياك اوكي ذكر اسمك فريده حرحر في احدى البرامج ومن بعد كانت اون رياكسيون من عندك ديسكريت وصرايت اون بوليميك تلاقينا انا وياك مؤخرا في واحد السحور رحنا نسحروا نقولوا مشكلين دونك تاريخ يلا نروحوا نشوفوا الفيديو هذا ونخليو فريده تريبوندي. نقول اسمح هاد الفنانة نقول اسمحي لي اختي العزيزة لو كان عرفت في بلاد بيونا وفي بلاد باهية راجدي كاين سيدة الشاشة الأولى والله ما كنت زحمتك يا العزيزة اسمحي لي حقك علي يا اختي العزيزة هاني نخلي لك الأدوار كم اليوم نشوف هذا تنمر مش لا كدا. مش تنمر أعوذ بالله ما نتنمرش باسكو شوف هذه إنسانة بصح الذكاء وال وعلاش هاجمتيني أنا الوحيد باسكو أنا الوحيدة شوف نفهمك لو بوز تعملوا مرة واحدة في حياتك تعملوش مرتين راجدي ما قالتهاش عايده قشود ما قالتلاش فريده كريم تطلعي انتيا هذيك دو كيل ستيل تو بارل انا جو سوي اون فام جو بورت دي تالون جو مي دي فو زونغ جو مي دي فوسيل جو مار على بالك تسببت في اني نشيل الحجاب وحده كيفاش انا كنت ملكه الجمال كنت رئيس لجنه التحكيم في ملكه الجمال ناخذ ستيل تاع لا روب تاع البيتي بان شابيرون روج والتاج الاحمر ولا روب روج
اتون يا مينيموم على سون ستيل جي لو ميان. غير من علاش غير منك يا بنتي في ايه؟ ما عشتيش الربع وحده كيفاش انا كنت ملكة جمال. شوفي لا رانا في العشر الاواخر تاع رمضان. انا ما حنقول والو. ايه رانا في العشر الاواخر. انت طلبتي الدروا دو ريبونس حق الرد وانا انا قلتها في ليميسيون قلت لكم باللي تفضلي. حبيت نذكر برك باللي انا الحمد لله ملي بديت وانا نخدم غير مع الكبار والحمد لله يا ربي مع فريدة صابونتي مع صنحيتي جايمي. انت كنتي السبب في انها تنحي الحجاب؟ لا هذه لا بون انا في راكي مسامحه في كلش. انا في عشر الاواخر انا في رمضان بصح باش انا نكون سبه انها نزعت الحجاب انا ما عرفتش ما بابلي كان دايره حجاب. انت قلتي باللي تتشبه لك وتيميتيك التوربون وي هذه قلت هدرتها باش نقول صح انت هدرتي فيها ثاني انت فريده بلال قدرنا في البيت انا في رمضان والله والو لا لا شوفي لا لا فريده استني دقيقه برك انا عايد عذاب صاخ اللي تتكلم عليك لانه شفت انك تكلمتي عليها اوكي وانا اليوم حابه نهضر على مشاكل وعلى انا هذا رمضان حبيت تسامحوا انت وياها انا نتسامح مع كاع الناس هي تسامحي مع عايده انا راني مسامحه عند ربي واش تقولي لها نقول لها كي مسامحه عند ربي وسمح بيناتنا وفوالا عجبتك في البراني ما شفتش البراني بصح على حسب لي زيكو ايتو البراني وداير حاله وعايده ببصه عايد والله ما شفته صح واش تقولي لها يلا باش تسامحوا انت نقول لها أنا في اول مره نسي نكون محضر خير يلا نقول لها رانا في 10 اواخر رانا في رمضان راكي مسامحه من عندي واسمح بيناتنا وان شاء الله نتلاقى في الخير بيان سيغ الا غلطت معك سامحيني والله يلا هاي الحمد لله وبعد تروحوا البلاطوهات واحد اخرين تقولوا ليميسيون تاع قصر الله يدير الفتنه ما درناش الفتنه درنا الصلح يلا اذا مشاهدينا الكرام فريده نروحوا فقط الى نشوفوا مجموعه البراني مجموعه مسلسل البراني معنا نيفين من مطعم اللي راهو يتواجد فيه كل فناني واللي شاركوا في مسلسل البراني الو مساء الخير بلال مساء الخير مشاهدينا صحة فطوركم اوكي صح فطورك نيفين اذا اعطينا وش صار تما وحاولي انك تدخلي تعطينا بعض الفنانين تدخلات من هذا الحفل بلال خليني نقول لك المشاهدين الكرام كانوا شافوا الحلقه الاخيره من مسلسل البراني امس اليوم رانا حاضرين هنا في افطار كامل مع كل الممثلين مع كل الطاقم الفني والتقني دوك في هذه اللحظه راكم تشوفوا في الميكينغ اوف اي كواليس العمل تاع كل الشخصيات كما راكم تشوفوا هنا الفنانين كلهم راهم حاضرين المخرج يحيى مزاحم وكل الطاقم راهو حاضر هنا مع بعض شوفي لنا شكون الفنانين اللي يقدروا يدخلوا معنا ولا يحيى مزاحم المخرج مثلا خلينا نقول لك يحيى مزاحم راهو افون يشوف في العمل نقدر ندخل معنا هنا منصور اللي كنا شفناها اخت احمد مداح راهي معنا هنا منصور تفضلي معنا الحمد لله مساء الخير هنا صحه فطورك رانا مباشر مع زميلنا بلال كباش صحه فطوركم انا المباشر واو جامي ما درت ديريكت هنا شفنا مسلسل ضخم كيما البراني وكان حاضر على قناتنا الشروق تي في كيفاش كان العمل هذا كيفاش كان الدور تاعك باش نروحوا اليوم نهضروا على الافطار هي العمل مع مزاحم سي توجور ان بليزير باسكو مخرج جو بونس كو سي ماشي لو ميور دي مخرج مي لا تكنيك تاعو تعجبني بزاف لا ديريكسيون داكتور ثاني تاعو كي نتورني معاه نكون اليز باسكو يفهمني مليح واش لازم ندير باسكو حنا لي كوميديان يعاوننا بزاف المخرج هو اللي ديريجينا بلا المخرج كابابل ما نلعبوش مليح تما من داك ما تظلموش غير الكوميديان يقول لك ما يعرفش يلعب سي سورتو الرياليزاتور هو اللي ديريجينا دونك ليكسبيريونس ايتي اوكي راهي قاعد مازال راح ندخلوا مع الفنانين اللي راهم متواجدين في الاحتفاليه تاع الافطار تاع المسلسل البراني ويتواجدوا كل ممثلي هذا المسلسل اذا نعاودوا نوليو عند نيفين يلا كيفاش شكل هذا الافطار
حالة ان فيت كاع ملي بدا التورناج نسوفريو شويه باسكو رانا بلا بريسيون باسكو رانا نمثلو كاين مشاكل لي تكنيسيان عندهم بزاف مشاكل مي اون فري نكريو ليان بزاف كبير اللي ما تشوفوهمش مور الكاميرا كاينه ايكيب كبيره ويعطيهم الصحه دايوغ يعياو بزاف معانا ونشكروهم سورتو دوكو كنا متلاقيين هنا رانا بيان خلاص كملنا المسلسل انا حاله رانا سي لي ميور مومون سورتو كنا نشوفو الميكينغ اوف يعني راكم حاضرين كامل مع بعض الاسره كامل راهي حاضره هنايا وراكم تشوفوا لي مومون اللي جوزتوها مع بعض واش راكي تحسي راني نشوف من داك روحي هكا في الميكينغ اوف راني سمعت راني تبناني واش قال لي زانترفيو تاعهم شابين بزاف راني نتعلم انكور ميم دوكا كان يشوف الميكينغ اوف كيفاش خدموا لي بيرسوناج تاعهم سي انتريسون يعطيك الصحه هنا وبالتوفيق نقول لك صحه لمدارك صحه فطورك صحه فطوركم نتوما بلال ترى ايضا قدامي طفله مريم رزق الله اللي كنا شفناها في دور مياك حاب تشوفها انت ثاني وتشوفها الجمهور معنا يلا وحوسينا على مستر رابي راني شفتوها بيبريت كنا ما جاش الاستوديو شكون حبيت تشوف مستر رابي راني شفتو ما جاش الاستوديو راه ولت مي دور هو مستر ابي صراحه راهو هنا ودوك كان يشوف هو غير شافني انا لايف هو راح تخبى اه ما جاش الاستوديو يلا راهي معنا مريم ولا ميا ميا صحفتك ميا خلينا نقولوا اصغر ممثله عرفناها وشفناها في هذا المسلسل في هذه التجربه الاولى تاعك هذه التجربه يعني هي الاولى اللي في حياتي جامي في ان فيلم وكيفاش كانت الاكسبيريونس مع بابا خالد بن عيسى مع ياسمين عماري يعني الاكسبيريونس سيتي ما بروميير اكسبيريونس مع ياسمين عماري مع خالد بن عيسى مع كريم ودراجي سيتي ان اونور دات بارمي او سيتي تري تري بيان الله يبارك كان كاين لو ستريس كنتي تخافي كيفاش كنتي ديري كيفاش كنتي تحفظي لو تيكست ما كنت جافي با لو ستريس ما كنتش خايفه كاين او كي قلتي لي يا با دو ستريس وثاني كاين لا شاطره بلال من صغر هذه نسحقوها عندنا احنا في الدومين ان شاء الله نشوفوها صحفيه ان شاء الله شوفوا التماره وكان مساعد المخرج لانه مساعد المخرج انا كنت شفته حضرت تما الافطار مع الجماعه دونك شفت مساعد المخرج اعتقد تما اذا كان ممكن نقدروا نتكلموا معاه وكذلك اذا كان ممكن مزاحم اذا كان ممكن بعض الفنانين تقدروا تدخلوا من حين الى اخر راح نحاول اني نجيب المخرج يحيى مزاحم يكون حاضر روحوا لعنده بعد دقائق او ثواني روحوا لعنده تلقاوه يحيى مزاحم روحوا لعنده روحوا لعنده يلا خلينا نشوفوا المخرج معليش نروحوا عنده احنا على المباشر ومام طون في نفس الوقت خلي الصوره الزملاء يخليوا الصوره هناك في الاحتفاليه لانه مسلسل براني اللي حاز المرتبه الاولى على قناه الشروق اللي جاز على قناه الشروق تي في من حقهم اليوم يحتفلوا من حق الشروق تي في اليوم انها تفتخر بأنها بقات عريادة لسنوات وسنوات وهذا الشيء تستاهل ولا لا لا فريدة كلمة في حق شروق تي في لا شروق تي في من بكري قناة الجزائريين كامل وكان الناس كامل تشوفها ودائما في القمة وإن شاء الله تكون دائما في نجاح جزتوا في شروق تي في انتم جزنا في شروق تي في ودرتوا لنا ديقة حتى يعني إذن فريدة لما نقول لك بلي مثلا لماذا ما راناش نشوفوك في الدراما هل انت خلاص تميلي للكوميك سي بون خلاص برونشيتي كوميك لا 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 بون دراما كنت درت ما شافش النور تهدرت عليه ديجا عمل مع السيده فاطمه وزان ما زال ما شافش النور سينو ما عيطوليش دراما بالك لا بليبار يشوفوني في الكوميديا اكثر خلاص يعني ما تروحيش للدراما لا لا الا جاتني اوكازيون بوركوا با لا لا نو اوكي نعاودوا نوليو الى مطعم زليج وين يتواجد مسلسل البراني راه معنا اعتقد معنا يحيى مزاحم مخرج مسلسل البراني في انتظار انه تصلنا الصوره ويصل معها المخرج يحيى مزاحم اذا
ربما ما يلام عليكم انتوما ربما وانا كلام هذا قلته الامين بومدين انكم ما رحتوش ميغا ترافاي مسلسل درامي كبير وقادر عليه امين بومدين ربما لا كاباسيتي مورال اللي عنده امين بومدين قادر بيان سور بصح لازم يكونوا امكانيات اذا كانوا امكانيات عنده يقدر يدير انا شفناه في احوال الناس دار العمل اللي نجح فيه دونك قادر يدير مسلسل درامي كبير اذا كانت الامكانيات الموجوده عند هذا المخرجين اللي داروا الاعمال هذو نعم اذا نروحوا الى يحيى مزاحم مخرج مسلسل براني مساء الخير مره اخرى مخرج مسلسل مساء الخير بلال راه معايا مخرج التحفه اللي شفناها مسلسل البراني صح فطورك يحيى مزاحم صح فطوركم هو لنسقسيه صح فطور كاع مشاهدي قناه الشروق في البدايه نحب نهنيك على نجاح هذا المسلسل هذا اللي كان يعرض على بيتنا قناه الشروق وتحكي لنا على مسلسل البراني كيفاش كان كيفاش كانت التجربه هذه كيفاش كانت كتابه السيناريو يعني خلينا نقولها هي كانت افونتور هي شوفي اي عمل هو مغامره كبيره يعني خاصه احنا دائما يعني ما عندناش هذيك لاسيورونس باللي راح نخدموا الو يكون الحمد لله هذا العام وقفوا معنا ناس نشكر يعني الجروب ريد ام اللي وقف معنا بهاء وعبد الصمد اللي كانوا معنا وايضا قناه شروق اللي تبنت العمل يعني لولاهم هادو ما كانش الاخر والتحق بينا ميديا الجيري اللي جابتنا تاع دي سبونسور اللي هادو هما يعني الاساس باش تكون العمل قبل يعني حاجه واحده اخرى مهما كان سيناريو مليح الا ما عندكش دي بارتنر ولا شركاء في العمل ما تقدرش تنجح يكون لازم دائما محمي في ظهرك هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه نقول بالنسبه للكتابه ولا انا القصه هذه كتبتها في 2016 وكانوا الناس سرقوها وداو خدموا بها ومن بعد هذا العام قلت والله غير لازم نعاود نديرها لازم نعاود نديرها والحمد لله قلت لك كي طرحت الفكره على بهاء وعبد الصمد وليكيب تاعي تاع ميسان قال كاع نديروها هذا العام وانا شوازي باش نديروها خيرنا باش نديروها هذا العام نيفيل حتى شفناك اخترت كاستينج كبير في اسماء كبيره نعم بلال قولي له بالنسبه لي يعني شرف كبير انه يعني ممثلين كبار قولي له بهي راجلي عايد عبابسه مصطفى العريبي خالد بن عيسى وممثلين اللي راهم راح يقولوا كبار كيما كريمو دراجي ياسمين عماري يامنا ان شاء الله اللي هادو سيد احمد مداح اللي انا نحبه بزاف وابو علان بناني شرفني دائما بني نخدم معاه هادو الناس هما اللي انا في رايي اللي عطاو اضافه كبيره للعمل يعني العمل لو كان ما جبناش هاد الممثلين وكان ما قبلوش يصوروا معنا يعني ما امنوش بالعمل ما يخرجش العمل مليح نيفين سالي كان عندك سؤال ما كنتش نسمع فيه كان عام نيفين سالي يحيى مزاحم قولي له للمره الثانيه على توالي كمخرج تثير لا بوليميك سواء في الاعلام سواء على مستوى سلطه الضبط سواء على مستوى الشارع دونك اسكو يحيى مزاحم العام الجاي كذلك راح نشوفوا بوليميك من عنده يلا بلال كباش زميلي يقول انه للمره الثانيه او رمضان الثاني نشوفوك المخرج الكبير يحيى مزاحم تثير بوليميك في الشارع او في صفحات على الفيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي هل راح نزيدو نشوفوك رمضان الجاي ان شاء الله تزيد تثير بوليميك والله هذه انا في رايي كلام كما تعرفي تاع جوج السوف كلام الناس هذا كيف انا في رايي هذه هضره فارغه هذه هضره فارغه بوليميك ماشي بوليميك انا في رايي كاين ناس اللي ما تحملوش باللي يجوا واحد اخرين اللي حاكمين المونوبول تاع الانتاج السمعي البصري في الجزائر اللي هما معروفين اللي ما قبلوش باللي كاين ناس واحد اخرين وانا تحوربت من مده كبيره هذا العام قلت لك الحمد لله العام اللي فات التلفزيون الجزائري يعني عطاني فرصه وهذا العام الشروق يعني اللي هي قناه كبيره وقناه يعني القناه الاولى في الجزائر عطاتني الفرصه الثانيه باش نوري باللي المقدره تاعنا في الخدمه باللي الحمد لله مع كان انسجام مع الفريق التقني والفريق الفني اللي هو تقريبا نفسه تاع الضامه الهضره انا في راي الناس تقدر تقول احنا نعالجوا مواضيع اللي نشوفوها مهمه جدا لنا اللي تهم البلد اللي تهم الاشخاص اللي تهم الشباب تاعنا واللي تهم الامن القومي تانيك يعني احنا مهتمين بهذه الامور انا في رايي اللي داروا بوليميك هما داروها بالعاني الاهداف ماشي نهائيا هدفها البوليميك على بالكم وكان مسلسلات واحده اخرى دارت حاجات اكثر منها ما هضرش عليها هذا يبين باللي انا براني بالعكس ما فيش ما نشوفش باللي فيها عنف ولا لقطات خادشه للحياه ولكن الناس حبت دير هذا الشيء لهدف اخر لهدف هو المنافسه فقط مش وطبعا احنا بدنا بالمنافسه دائما تكون والافضل هو اللي يفوز فيها انا برايي العالم كاع فيه منافسه ولكن المنافسه لما تولي يعني مستوى
رخيص كما هذا العام صارت وين يخلصوا الناس باش يسبوا سبونا احنا سبوش قناة الشروق يعني اعتقد هاد التفوق تاعنا وتاع قناة الشروق هو اللي خلاهم يديروا هذا الشيء وانا فرحان هذا الشيء فرحني بالعكس وانا نهنيك مرة ثانية شكرا لك تهانيك وشكرا للمشاهدين تاع قناة الشروق شكرا للناس اللي حبونا شكرا للناس اللي ما حبوناش باسكو العمل ما لازمش يكون عمل يعجب كاع الناس العمل الفني دائما في اختلافات راي احنا ان شاء الله نحاولوا نقدموا اللي نعتذر على الاخطاء تاعنا كان اخطاء اللي كان فيها تسرع لانه تعرفوا خدمنا بسرعه كبيره مرات واحد يغلط الانسان خطا نتمنوا نقدموا ما احسن العمل ان شاء الله ان شاء الله شكرا يحيى مزاح يلا كيما راكم تشوفوا ها ومستر ابي رانا حكمناه ورانا على المباشر مع بلال كباش مع بلال سي فافري بلال بلال خويا السلام عليكم ربي يعاونك على بالي بلال بلي راه متوحشني دوكا راه وحدو تماك خليك بلاطو راه صامط بلا بيك وين راك على بالي بلي بلال توحشني بلال راني هنا حتى انا راني نقوم لك بلي زانفيتي هنا شاب بلال وانا ما تنساش حتى انا لعبت الفيلم بلال فوالا جوستومون سحقوا نهضروا مع مترابي على الدور ديالو في اللوتشي جوستومون راه حاب رانا حابين نهضروا على دور اللوتشي اللي شفناه المستر ابي دور اللوتشي ياكم شفتوه ماهيش حاجه مخبيه درنا اللي علينا ان شاء الله كيما نقولوا نكونوا عجبناكم مام كنا شويه كنا قباح شويه كنا قبيح بزاف كنت جن صح كنا نخيروا ما عليناش مستر ابي عندك كلمه حبوا يهضروا معك تفضل انعم ابي مستر ابي مستر ابي هل راح نشوف تفضل تفضل بلال انا نسمع هل راح نشوف اللوتشي في الجزء الثاني وي مازال خدمه طويله يا حسره لو كان تعرفوا الخبايا تاع البراني دو كاري تاع الاولى يعطيك الصحه ابي حبيت نقول لك منا انت كممثل دوكا كممثل ماكش معايا في الاستوديو هنايا دونك نقول لك فيليسيتاسيون تهاني انا لك بالعمل ديالك تاع اللوتشي اللي ربما نشوفوا دراري صغار يحكيوا عليه اليوم كبار فنانين اشادوا بالدور ديالك مخرجين اشادوا بالدور ديالك دونك تستاهل هذا الشيء لانك على الاقل ابدعت لوتشي ربي يحفظك خويا بلال شكرا ونتلاقاو ان شاء الله غدوه ان شاء الله في البلاطو اليوم كيما نقولوا راني ليب راني هنا غدوه ان شاء الله نكون مع خويا ان شاء الله شكرا ابي وكذلك شكرا الشكر موصول لزميله نيفين المتواجده شكرا نيفين على التدخلات اذا احتجنا مداخله من حين الى اخر راح نتواصلوا معك كذلك كاين البرنامج تاع الزميل قدا بن عمار كذلك راح يكون معكم ربما راح يكونوا مداخلات من حين الى اخر نعود نقولوا الفريده حرحار داير قلتها لك في البدايه ونعود لك الان تهانينا ليكم انتم كفريق عائله تهانينا ليكم انتم ثاني لنجاح الاعمال تاعكم نشوفوا واحد صور فريده معليش نشوفوا يلا ما ديرليش مشاكل العشر الاواخر خلاص راك عايده دابا بصوت طلبتي منها سمح واش نهضر انت قولي لي ما على باليش انت هضري هذا وليدي وليدك نعتذر لك سيدة فريدة الحارة على كل واش تقولي كلمة برك ونروح لصور أخرى ربي يهدي إن شاء الله إن شاء الله يبقى فريدة كبير حبيت بكيني وخلاص هذا شكون سيدة فريدة الوالد ربي يرحمه الله يرحمه إن شاء الله في العشر الأواخر هذا يكون من الناس اللي يدخل الجنة إن شاء الله يا ربي دونك حنا نطلبوا من المشاهدين يترحموا عليه في العشر الأواخر ويترحم على والدينا قايتيك وكل الناس اللي توفوا اللي ما راهمش معنا ربي يرحمهم إن شاء الله وربي على الأقل يعوض محبته محبتنا بمحبتهم إن شاء الله شكرا لك سيدة فريدة حرحر أنا أعتذر منك على هذه الصور اللي ما كنتش على بالي شو هما الصور اللي حيكونوا ولكن تبقى على الأقل جبنا الرحمة للوالد ودعيتي بالهداية لابن إن شاء الله وربي إن شاء الله
يتقبل دعائك. شكرا لك فريدة حرحار الفنانة فريدة حرحار اللي تألقتوا هذا العام في أي لامبان. نشوفوكم إن شاء الله العام الجاي في عام آخر، وإن شاء الله نشوفوك في 60 دقيقة حقيقة حتى تكون كلام آخر وتصريحات أخرى. إلى هذا مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية عدد اليوم من قصر الله، يلتقي بكم غدا إن شاء الله. ما بقى لي لا نقول لكم صحة صحوركم. سلام.